السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح في الفيديو النهاردة موضوع مهم جدا، وهو فتيس السي في تي والفرق بينه وبين الاوتوماتيك التقليدي او المانيوال، وهقول طريقة عمله وتاريخه ومميزاته وعيوبه، وازاي تقدر تمنع اعطاله عن طريق سواقتك للعربية. زي ما تعودنا هشرح الموضوع ببساطة بدون ما ندخل في امور هندسية وتعقيدات ملهاش اي لازمة. لكن قبل ما ابدأ في الشرح، مش عاوزك توقف المعلومة عندك، وزي ما هتستفيد لازم تفيد غيرك. شير الفيديو علشان يوصل لناس اكتر وتبقى الفايدة عامة، لان الفيديوهات التعليمية عادة بتبقى مشاهداتها قليلة جدا، لكن الفيديوهات التافهة للأسف مشاهداتها عالية، وده بيخلي اغلب صناع المحتوى ومنهم انا بيبعدوا عن النوع ده من الفيديوهات. لو استفدت من الفيديو دوس لايك، لانك مش هتخسر حاجة، وفي نفس الوقت هيفهم اليوتيوب ان الفيديو مهم وهيعرضه للناس اكتر. وممكن تشترك في القناة لو مهتم بالسيارات عشان تجيلك اخبار وريفيوهات ومقارنات ونصائح. نبدأ على بركة الله. فتيس السي في تي وطريقة استخدامه. هو نقل حركة مش جديد ولا حاجة، ويسمى بنقل الحركة ذو التعشيق المستمر. سي في تي دي اختصارا ل Continuously Variable Transmission. الموضوع ده قديم جدا، وهخلي تاريخ تطوره في اخر الفيديو، وفي الاخر خالص هقول طريقة المحافظة على الفتيس سي في تي وتقليل الاعطال. بدأت اول فكرة لنقل الحركة ده في عهد الفنان ليوناردو دافنشي اللي كلنا عارفينه، ولكن لم تطور الفكرة لحد سنة 1886. وفي الحاضر تم الاستفادة من النظام ده في كتير من السيارات. باختصار، الفتيس مكون من طرتين ما بينهم سير منزلق، معدن أو كاوتش أو سلسلة، والطرات بتغير أقطارها علشان واحدة منهم تمثل الترس الصغير والتانية تمثل الترس الكبير، وبكده بتتحدد نسب التعشيق المختلفة. كل مخروط ليه درجة ميل 20 درجة، ويوضع السير المطاطي او المعدني بين المخروطين، وبيكون تقريبا على شكل حرف V، وبيتم استخدام عدة طرق لتحريك البقرات، منها قوة الطرد المركزية او ضغط الزيت عن طريق التحكم الالكتروني وبعض الحساسات وكمبيوتر. من الاخر بتعتمد الفكرة على انه فتيس لا يحتاج الى تروس، لانها بتضيع من طاقة المحرك اثناء الانتقال من ترس للتاني. ازاي بيتغير حجم البقرات؟ بالنسبة للحزام المعدني أو المطاطي، فطوله وعرضه ثابتين. أما البكرة فهي مكونة من مخروطين متقابلين عند الرأس، فإذا تقاربوا اضطر الحزام للابتعاد عن المركز لأن عرضه ثابت، ولو ابتعدوا بيرجع الحزام تاني في المنتصف أو في مركز المخروطين. كل الكلام ده بتقيسه حساسات، بتقيس بيانات السرعة والتسارع، وبتقارنها بقوة الضغط على دواسة البنزين، والبيانات دي كلها بتدخل كمبيوتر بيحسب ضغط الزيت اللي المفروض يضخه عشان يضغط على المخروطين في كل بكرة ويقربهم من بعض أو يبعدهم عن بعض عشان يغير النسبة كأنهم ترس كبير وترس صغير. نقول تاني، الطرات بتتغير أقطارها داخل الفتيس إزاي مع عدم وجود تروس. الفتيس الأوتوماتيك العادي بيكون جواه تروس فعلية بتحدد القيمة، اما في السي في تي مفيش قيم ثابته، القيمه بتتحدد على حسب الموقف ودوسه البنزين بتاعت حضرتك. طبعا باين من الصور ان كل طاره هي عباره عن مخروطين في وش بعض. لو قربنا المخروطين من بعض بيزيد قطر الطاره، ولو بعدنا المخروطين عن بعض بيقل قطر الطاره، وهكذا. هي دي الطريقه اللي الفتيس بيتحكم فيها في نسب التعشيق. طيب المخروطين بيقربوا ويبعدوا عن بعض ازاي علشان يغيروا نسب التعشيق؟ لما بندوس دواسة البنزين بيبقى احنا عايزين تسارع، يقوم الطرات يقربوا او يبعدوا عن بعض علشان يحققوا افضل نسب للتسارع المطلوب. نيجي بقى لكيفية حركة المخروطين على كل طارة، ودي بتبقى عن طريق مضخات زيت، وتم تعديل مضخات الزيت في الاجيال الجديدة من السي في تي اللي اتسمت اكسترونيك سي في تي، وبقوا اصغر حجما واعلى في ضغط الزيت، والكلام ده خلى عملية التغيير أسرع بمقدار من 20-25% على الأجيال الجديدة، وكمان قلل من زمن تعديل الطرات، وقلل مشكلة كبيرة جدا اللي هي الرابر باند إفكت اللي كل الناس مش متعودة على الفتيس بتشتكي منها، وهي إنك لما بتدوس بنزين جامد صوت الموتور بيعلى وعدد اللفات بيزيد،
وبعدين الفتيس يجمع معاك ببطء وتبدأ تنطلق السيارة. استخدام مضخات الزيت الجديدة دي قلل من الشعور ده، لأن في الأول كان فيه لاج كبير، وده طبيعي طبعا، ودي طبيعة الفتيس السي في تي، لأنه لازم ياخد وقت كام جزء من الثانية عشان يعرف يقرر أنت عايز إيه ويحسب لك أفضل نسب تسارع واستهلاك وقود مع بعض. مميزات الفتيس السي في تي دي إيه؟ أول حاجة نسب التعشيق اللا نهائية، وده بيطلع أفضل عزم للموتور عند النسبة المظبوطة. تاني حاجة الموتور مستريح ومش دايما بيلف عند أقصى طاقة ليه. ثالثا توفير جيد جدا للبنزين، وممكن العربية مثلا 4 سلندر تمشي ما يقارب ال 1200 كيلومتر ب 100 لتر بنزين بس. أما العربيات الست سلندر فبإمكانها السير 1100 كيلومتر ب 100 لتر بنزين بس. رابع ميزة النقلات في منتهى السلاسة، وبرضه من مميزاته انه ما بيحتاجش تغيير زيت الا بعد ما العربية تمشي من 80,000 الى 100,000 كيلومتر. المميز في نقل الحركة السي في تي ده انه امكانية ايجاد عدد لا نهائي من النسب بين النسبة الاولى او اقصد الغيار الاول والنسبة الخامسة او السادسة اللي هو الغيار الخامس او السادس، والنسب دي فرضية طبعا لان الطيارات تقدر تغير حجمها بشكل دائم وفقا لظروف القياده. طب ايه عيوب بقى فتيس السي في تي؟ العزم المنقول عن طريق الجير محدود جدا بسبب استخدام السير او الجنزير. طبعا التروس بتبقى معشقه مع بعض بتبقى اكتر وعزمها اقوى. كل ما زاد الضغط على دواسه البنزين بتزيد سرعه العربيه مع عدم زياده سرعه المحرك، وده معناه عدم زياده القدره الخارجه من المحرك، وبكده القدره الناتجه بتبقى قليله جدا، اعطاله كتيره بالمقارنه بالمانوال او الاوتوماتيك. التسارع متقارب مع تسارع باقي العربيات الاوتوماتيك والمانوال، يعني ما فرقش كتير. فمثلا تقدر العربيه المزوده بالسي في تي الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر ما بين 7.5 الى 9 ثانيه بمحرك قوته 188 حصان 4 سلندر، او الانطلاق من 0 ل 100 كيلومتر ما بين 5.5 الى 6 ثانيه بمحرك قوته 290 حصان او 6 سلندر. بسرعه كده اعرفكم على تاريخ وتطور الفتيس السي في تي عشان نبقى لمينا الموضوع كله. الفكره ابتكرها العبقري ليوناردو دافنشي سنه 1490، وتم تسجيلها كاختراع في المكتب الاوروبي لبراءات الاختراع عن طريق ديملر بنز سنه 1886، واتطبقت على عربية لأول مرة سنة 1896 على إيد ميلتون ريفيز. في منتصف خمسينات القرن الماضي قدمت شركة دي اي اف المعروفة حاليا بشركة شاحنات، قدمت اختراع باسم فاريوماتيك بسير مطاطي بدل الحزام المعدني وبيناسب العربيات الصغيرة، وأنتجت 600 عربية دي اي اف في العام 1958. ولكن تم تحويل حقوق الابتكار لشركة في دي تي اللي استحوذت عليها فولفو، ففولفو طبعا انتجت طراز فولفو 340 بناء الحركة مستمرة التغير سي في تي. وفي سنة 1995 اتباعت شركة في دي تي الى شركة بوش. في السنين الاخيرة قدمت سوبارو نسخة من نقل الحركة مستمرة التغير ده على طراز جاستي 1987، وتابعها في نفس السنة شركة فورد بطرازين فيستا وأونو اللي اتباعوا في أوروبا، وبعد كده نيسان سنة 1992 وهوندا سنة 1995 على الطراز بتاعها سيفيك اللي اتباع برضه في أوروبا، لتصل أخيرا شركة تويوتا للساحة وتنشر التقنية دي بشكل كبير جدا مع طراز بيريوس سنة 1997. يعني الموضوع مش جديد، بس احنا اللي مش واخدين بالنا وعايشين في مية البطيخ. طيب نيجي بقى للأهم، ازاي نستخدم الفتيس السي في تي ونحافظ عليه ونقلل أعطاله؟ لما بنيجي ندوس جامد على بدال البنزين الموتور بيستجيب لحظيا وبيعلى صوته وعدد لفاته. مشكلة الفتيس السي في تي انه ما عندوش تروس ثابتة، لكنه بيحدد نسب التعشيق على حسب دوستك للبنزين. زي ما قلنا قبل كده افضل نسبة تعشيق مع اقل استهلاك للبنزين، وهنا بتكمن مشكلة التأخير او اللاج. طول ما انت دايس على البنزين طول ما هو بيغير باستمرار لغاية لما يعرف قيمة العزم اللي انت عايزه، وده اللي بيخليه يتأخر في التقدير والتسارع.
لان الاستخدام كده خطا. الفتيس بيبقى مش فاهم انت عايز ايه، لانه بيحسب من اول دوستك مباشره، يعني كل ما تدوس سنه بسيطه بيعمل حساباته، ولما بتزود اكتر بيعمل حساباته مره تانية للدوسه الجديده. يبقى الحل ان حضرتك تدوس بنزين بمقدار معين وتثبت رجلك لحظيا، كده بتدي فرصه للكمبيوتر انه يفهم بسرعه الموقف ويحسب حساباته، وهتلاقي الموتور صوته هدي وعدد لفاته قلت، ويبدا يديك افضل استجابه موتور وطبعا اقل استهلاك بنزين للدوسه دي. وبعد كده تدوس تاني او تزود رجلك شويه، يقوم يظبط نفسه على الوضع الجديد بناء على الدوسه الجديده، ويديك افضل استجابه للدوسه الجديده وهكذا. يعني من الاخر، بدل لما تدوس على بدال بنزين من الاول للاخر في دوسه واحده وهنا الموتور بيعلى صوته جدا بدون استجابه سريعه للفتيس، انت هتدوس على مراحل علشان الفتيس يقدر يتابع معاك مراحل التسارع وتلاقي استجابته اسرع وزمن تحضيره اقل، مع طبعا صوت الموتور اهدى واستهلاك بنزين اقل. يعني بدل ما تخليه ينقل من الغيار الاول للغيار السادس في نفس واحد وتخليه يتاخر لغايه لما يعدي على 6 نقلات ورا بعض، لا، هنخليه يطلع من النقله الاولى للنقله الثالثه كمرحله اولى اول دوسه، وبعد كده من غيار الثالث او النقله الثالثه للسادس كمرحله ثانيه عن طريق ثاني دوسه. بكده هتلاقي صوت الموتور انعم وعدد لفات اقل والاستجابه اسرع بكتير للفتيس واقل ما يمكن من استهلاك البنزين. يعني من الاخر، اياك تطلع امريكاني والتفحيط والخمسات او مفرمه الكاوتش اللي بنعملها بالفتيس العادي والاوتوماتيك دي تنساها خالص، لان الفتيس ده مش بتاع شقاوه، الفتيس ده بتاع الناس المحترمين المؤدبين. طب في ناس بتقول ان سي في تي في عربيات تانية تاخيره اقل، الكلام ده فعلا صحيح، لان زي ما وضحنا في انواع من الفتيس سي في تي حديثه تم فيها استبدال مضخات الزيت الضخمه بانواع تانية احدث واقوى وبتقلل التاخير. دي حاجه تانية، ان تقريبا انواع السي في تي بتتشابه ميكانيكيا ولكن بيختلف السوفت وير بتاع الفتيس، يعني كل شركه مصنعه بتستخدم سوفت وير معين من تطويرها هي، عشان كده بنلاقي فتيس سي في تي 4 سرعات وواحد تاني 6 سرعات وهكذا، في حين ان الفتيس ده في الحقيقه له عدد لا نهائي من النقلات، وعدد النقلات المحدده ده سوفت وير بس. وفي انواع تانيه من السوفت وير بتحسسك ان في نقلات وبتعلي صوت الموتور وبترفع عدد اللفات لمجرد انك تحس انك راكب عربيه فيها فتيس علشان ما تزهقش. وعشان كده بنلاقي اختلافات في تاخير الاستجابه من عربيه للتانيه، لكن المبدا واحد وطريقه العمل واحده. طب حد يسالني سؤال مهم، اذا كانت الحركه في الفتيس ده بتتم في اتجاه واحد فقط، ازاي الرجوع للخلف او المارشدير؟ هنا بقى لازم يكون في تروس، وهي تروس بنسميها تروس شمسية، بيبقى فيه ترس كبير واحد في المنتصف وحواليه عدة تروس بنسميها تروس كوكبية، بحيث بيحتوي المخروط المرتبط بالمحرك على مجموعة التروس دي مع معشق خاص، ولما يكون التعشيق مضغوط التروس دي ما بتأديش أي وظيفة وبتلف مع المخروط. أما لما نختار مارشدير أو نسبة رجوع الخلف أو الآر، هيرتخي التعشيق ده وهتدور التروس الكوكبية عكس الترس الشمسي اللي هو في النص، وينعكس اتجاه الحركة النهائية ان العربية تمشي لورا. طيب ايه انواع الفتيس سي في تي المتوفرة حاليا ومين افضلهم؟ في نوعين رئيسيين من نوائل الحركة مستمرة التغير او سي في تي. النوع الاكثر شيوعا على الاطلاق هو المذكور في الفيديو النهاردة، اللي شغال بالسير المعدني وبتصنعه شركة جاتكو تبع نيسان وشركة ايسن تبع التويوتا وشركة هوندا وشركة زد اف وشركة بانش. اما الحزام المعدني نفسه فبتصنعه شركة بوش، اللي تحصلت طبعا زي ما ذكرنا سابقا على حقوق الابتكار بعد شرائها شركة دي في تي. النوع الثاني من فتيس سي في تي مشابه ولكن يعتمد على سلسلة معدنية بدل السير او الجنزير، وبتستخدمه شركة اودي وسوبارو، والنوع ده بيعتمد على مكونات من الصانع الالماني لوك. وشركة اودي سمت نقل الحركة الخاص بيها ده مالتي ترونيك، وشركة سوبارو سمته لينير ترونيك. بالمجمل كده يعتبر النوع ده اقدر على تحمل العزم واكثر كفاءة في استهلاك الوقود واعطاله قليلة جدا، وافضل انواع الفتايس السي في تي اللي شغال بسلسلة. في نهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير، سلام.